السلام عليكم، معكم شاهد العبادي. بهذا الفيديو حنحكي عن كتاب أو واحدة من أشهر الملاحم الشعرية في التاريخ القديم، بل حتى ممكن الحديث كمان، لأنها تعتبر لحد هسه واحدة من أعظم الأشياء اللي انكتبت في البشرية كلها، اللي هي الإلياذة من كتابة هوميروس. ببساطة شديدة بترجع أهمية هاي الملحمة إذا صح التعبير لأسباب كثيرة. أولها أنه الكاتب تاعها هو واحد من أعظم الشخصيات تاريخ البشرية اللي هو هوموس. هوموس هذا يعتبر واحد من أهم الشخصيات، يعني أنا شخصيا بحبها لعظمته. يعني هذا الشخص كان واحد في زمانه يعتبر من أهم الناس اللي كان يكتب بالتاريخ القديم، وبعض واحد من أهم الشخصيات اللي يتكلم بالدين، فهو له بعض نظريات وجهات نظر بالدين، زي مثلا في توجه مثلا بعلم الأديان اسمه النظر إلى الأسطورة كأنها تاريخ. يعني باختصار شديد هاي النظرية بتحكي إنه كل الأساطير في مجملها أو بشكل عام، هي الأساطير هاي مش إشي خيالي أو كذب، بل هي تاريخ مقدس. طبعا واحد من أشهر الناس بعضه اللي أجاب هاي الفكرة هو هوموس، لاس حكينا عنه بعضه. هوموس يعني غير الكلام اللي حكيناه، يعني هسه كله عنه، قدرته على خلينا نحكي انه كان مثلا يكتب التاريخ، وكان واحد من اعظم الناس المؤرخين في التاريخ، وبعضه كمان انه له توجهات جدا ممتازه في الدين. بعضه كتب لك الشيء شغلتين هي تعتبر افضل شغلتين كتبهم بالتاريخ بتاريخه او بتاريخ البشريه حتى، اللي هي الإلياذة والأوديسة او الأوديسة. وطبعا الإلياذة وكمان الأوديسة اذا كتبت حكيت اسمها صح تعتبر يعني كتب كبيرة كثيرة، يعني بتيجي مجلد هالقد كبيرة كثيرة، وانا حتى ما كنت اشترين مترجمة الإلياذة، شفتها يا اخي حجمها كبيرة كثيرة، وحكيت وكان سعرها بعضه غالي. ولكن الكتاب اللي هنحكي عنه اللي هو الإلياذة هو ترجمة واحد بعضه من اعظم الشخصيات العربية، خلينا نحكي، اللي كتبت في مجال الاساطير والتاريخ اليوناني، اللي هو دايني خشبة. الشخص هذا له مجموعة مؤلفات، أنا كنت اتصفحت بعض من مؤلفاته بتخص الميثولوجيا والأساطير اليونانية، وانصدمت بصراحة أنه لقيته يعني الإلياذة اللي هي بيدي هاي ترجمها وكمان اختصرها كثير، اختصرها بحوالي 300 صفحة، وهي طبعا كبيرة كثير الإلياذة. فيعني اشتريتها، وكمان لأني بحب يعني شخصية هوموس اللي هسه قلنا لكم قديش هو عظيم، وحتى في ناس قالوا برضه أو افترضوا أنه ممكن يكون نبي، تخيل يعني لوين. المهم يعني لما اشتريتها يعني هذا الكتاب يعني اللي هي الإلياذة، كنت عن جد متشوق اني اقراها. يعني هسه انت لما تشوف مثلا البلاي ليست مثلا تعيد الكتب مثلا، حتلاقي مثلا اللي بقى لفراس السواح وللناس اللي بيحكوا عن اسطيره كثير، يعني هذا المجال انا بحسه شغف بحبه كثير. المشكله هسه عندي اني مع كل الكلام اللي انا حكيته ومع بعض حبي للمترجم، ولكن بصراحه الترجمه هاي جدا سيئه من وجهه نظري الشخصيه، وهذا يعني لاكثر من سبب. اولا اللغه تعيد الترجمه اللي تعيد الخشبه كانت جدا صعبه، فهو استعمل لك لغه جدا 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 صعبه في توصيل الإلياذة أو عشان يشرحها. فهو مثلا قال لك بالمقدمة، وعلى فكرة المقدمة تعيد هذا الكتاب الإلياذة كانت جدا ممتازة، لأنه أعطاك زي مختصر صغير كثير لهوموس وقديش أهميته، وبعدين يعني في شوية كلام عن المترجم. المهم يعني بغض النظر عن هذا الكلام، الإلياذة اللي هو ترجمها اللغة فيها صعبة. أنا فاهم مثلا أنه هو مثلا بده يعمل لك يعني هي أصلا إشي شعري يعني باليوناني أظن حسب علمي، وكمان هي تعتبر يعني نص جدا قوي باللغة تعيته الأصلية، فهو حاب انه ينقل لي اياها بلغة برضه قوية باللغة العربية. بصراحة انا حسيت هذا الموضوع يعني ما حبيتهوش، لانه انا شخصيا كشادي انا بشوف مثلا حالي يعني جيد باللغة العربية، مش يعني اني سيء جدا، ولكني في كلمات ومصطلحات باللغة العربية جدا ترى صعبة جدا. هو مثلا حكى لك مثلا مقدمة الكتاب انه مثلا استعمل خلينا نحكي زي لغة القرآن، يعني مثلا اخذ مثلا بعض الالفاظ من القرآن مثلا عشان يستعملها بالترجمة. وبصراحة يعني انا قرأت القرآن على فكرة اكثر من مرة، القرآن يعني حتى لغته انت بتفهم شو مقصود، يعني مثلا بتجيك مثلا اي مثلا بتحكي انزلمكموها مثلا وهاي الاشياء كلها، الكلمة مثلا ممكن لما الواحد يسمعها لاول ما يستغرب، بس مثلا ممكن من السياق فاهمين علي كيف تستوعب الفكرة. هون الإلياذة هاي ما بتستوعب، انت فعليا اللغة مش بس صعبة، السياق كله بتحسه بدما اللغة قوية انت مش قادر حتى
تفهم الكلام. فهاي بصراحة كانت مشكلة عندي اللي هي اللغة جدا صعبة. يعني مثلا إذا أنت مثلا هسه شخص مثلا حبيت مثلا اللي هي لياذة وكذا واشتريتها يعني عشان تقرأها وعشانها مختصرة، مش هتعرف تقرأها من كثر صعوبتها، يعني لا تشتري الغالية أحسن لك بصراحة، لغتها أسهل. مشكلة ثانية بعدين هسه أنا أكيد يعني مش كل إشي يعني مقدار تقرأه، لا في كثير شغلات مقدار تقرأه، طبعا أنا خلصته فمقدار تقرأه ولكن بصعوبة، ولكن في شغلات يعني حسيتها ملاش دخل. يعني بكون مثلا الأستاذ ده خشي مثلا هو بتاجي مثلا، طبعا هو حذف كثير شغلات وحسه مش مهمة ورتب لك إياها، هسه الشغلات اللي جابها أنت بتحس حالك ضايع. يعني مثلا بتحس مثلا البطل تاع القصة مثلا أمجيكا اسمه حاليا البطل، ولكن البطل مثلا بتلاقيه بمكان فجأة بتلاقيه نط بمكان ثاني، او مثلا بتلاقي مثلا شخصيات كثيره من وين اجت هاي الشخصيه، طب من هاي الشخصيات، بتلاقي مثلا بحكي لك مثلا عن منافا، منافا هي واحده من الشخصيات المهمه جدا بالاساطير، او اثينا الهه الحكمه وبحب كثير هاي الالهه على فكره، وبتلاقي مثلا بحكي لك عن زوس بوسايدن، طب ماشي ماشي على عيني وعلى راسي هذا الحكي كله، هو ماذا ما بقول لك مثلا هذا اله كذا هذا كذا، لا هو مثلا بتكون انت مثلا بتقرا بالقصه مثلا البطل قتل فلان الفلان فظهرت له اثينا، اثينا مين هاي، طب ليش طلعت، يعني فاهمين الفكرة علي، ما بتحسش انه في رابط من كثر الاختصار اللي هو عمله لليابة، فانت بتحس فعليا الكلام مش مترابط، وغير بعض انها اللغة كمان عامل ثاني بتخلي الموضوع صعب للقراءة. عدا عن هيك بصراحة ما عندي اشكاليات، ولكن اظن هاي اشكاليات بصراحة يعني لحالة الثنتين يعني سبب يكفي عشان انت متشتريهاش بصراحة اليابة تعيد داين خشب، مع حبي لها البني ادم إلو عن جد هو مجموعة مؤلفات جدا ممتازة في مجال أساطير اليونان، ولكن للياذة هاي اللي أنا اشتريتها وقرأتها بصراحة ما حبيتها. غاب أظن هاللغة يعني كمان بتحس حالك يعني ضايع بالقصة، يعني أنت حتى بصعوبة بتستوعب الكلام، وإذا استوعبته بتحس حالك ضايع. يعني أنا بصراحة ما بعرفش إذا حد حكى عن هاي الترجمة ولا تعيدان خشب، ولكن بصراحة ما حبيتهاش بصراحة نهائيا. المهم يعني حبيت اعمل فيديو عن هذا الموضوع ما دام انتم بتعرفوا، يعني انا كل ما اقرا كتاب بحب يعني اعملكم زي فيديو بسيط عليه عشان ما بعرف مثلا ممكن مثلا حدا حاب يشتري كتاب شيء يسمع وجهه نظري، ممكن وجهه نظري لما يسمعها يستفيد يحكي مثلا خلص مش هشتري كتاب هذا ما دام هيك صعب، لا يعني انا اعمل ضعيف بلغتي مش ناقصني مشاكل. واتمنى اشوفكم بالفيديو الجاي، واسف على الاطاله، وانا اظن اني ما طولتش حوالي 9 دقائق، ما طولتش لا بصراحة مع القصة قديش يطلع. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واذا قاطوا شي لدان خشبة اتمنى تحكولي بالتعليقات، وبس هيك.